نجدد عليكم التحية من جديد. زي ما عودناكم في برنامجنا نستقبل اتصالاتكم لتفسير الأحلام اللي منخصصها للحديث اليوم في حلقتنا عن رؤية الغراب والببغاء والعصفور والأسد والغزال مع مفسر الأحلام ثمار خليفة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. كيف أصبحت اليوم؟ أصبحنا الحمد لله. الحمد لله. نقدر نحكي عن أي حيوان ثاني ولا أي شيء بتبلشوا؟ أي شيء بدكم إياه. بلش مع الغراب؟ آه. شو تفسير حلم إذا شخص حلم بغراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. الغراب بدل على الأخبار السيئة. لأنه أول من علم الإنسان أول ما قتل هابيل قابيل أول ما صارت الجريمة بينهم الله بعث الغراب يبين لبني آدم كيف عملية الدفن. فهو أول ما بدل على الأخبار الشؤوم بدل على حتى بالجاهلية كان يدلوا على إنه يسموه صاحب الأخبار والتشاؤم. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا إذا بحكي معك؟ الكلام الطيور لا بدل على رفعة. إذا واحد أتكلم معه الطير بدل على رفعة حتى لو كان غراب. الغراب برفعة من جهة عدو إذا كان غراب ساعتها. لأنه صلى الله عليه وسلم حث على قتله حتى في الأشهر الحرم هذا، يعني لأنه حيوان بيجيب البكتيريا وبيجيب المضار، يعني زي العقرب والأفعى وال من الفواسق. أنا كان بدي أسألك إذا شفنا إن عم ناكل لحمة غراب مثلا بدل على التخلص من عداء جسورين. طبعا الغراب اللي له دراسة علمية انه يشكل الغراب له في العلم اثبت العلم بان الغراب نعم اذا غراب اعتدى على غراب قتل يعني اقتصب غراب ثاني يشكل له محكمة ينعق ثلاث نعقات فتشكل محكمة للغرابين. طبعا اذكى الطيور حكينا الغربان بعدين الحشرات النمل وبعدين بتيجي طائفة من الببغاءات اللي بتكلد الأصوات. هسه الفرق بين الغراب إنه أذكى إشي إذا اعتدى شخص على شخص منهم فتشكل لهم محكمة. إذا كان هد العش له بيحكم عليه المحكمة إنه يبنيه. وإذا اغتصب بيحكم عليه يتنتفن غيشه حتى الموت ينكر غراسه حتى الموت. وإذا اعتدى على الطعام بينتفن غيشه حتى لا يقدر يطير. فالغربان له يعني محكمة اللي هي زي اليوم بتشوفوها بتجيب من 4 غرابين من الأشداء وبحكمن عليه. حلو. طب إذا شفنا مثلا إنه غراب واقف قدام البيت أو إنك مثلا يعني هيك قريب بدل على التشاؤم. دائما الغراب حكينا عنه الأصل في قتله يعني زي الأفعى وزي العقرب من مضرات ويدل على أخبار على التشاؤم وعلى الأخبار السيئة. بقوا بالجاهلية يسموه إذا شافوك أمام البيت إنه يدل على الوفاء والخبر السيء. طب في حال انه حلمت انه الغراب عم بعضك انت شخص مؤذي شخص بيأذي يعني كل ما يتعلق الغراب في الغراب أخبار سيئة. بينما الببغاء شيء سيء. الببغاء بدل على انها اذا ولبنت صوتها جميل في القران وبدل على الاخبار الحلوه والكلام الحسن لانه يقلد البشر. طب بيختلف رؤيه الغراب للعزباء عن المتزوجه مثلا؟ لا تختلف شوي بس ايش الغراب مثلا في انثى كل عام انثاوي طبعا نعم. الطيور بدل مرات على الخبر بس كنا انه يعني انه متفاوت الناحيه التشاؤم بدل اغلبيته على التشاؤم بس مرات للبنت اذا الحمام مثلا حمام اكل منها بدل على المراه لا تخلف لا تنجب. طب في حال كانت حلمت بالغراب وهي حامل الغراب ياتي لها ولد ذكر. يعني إذا حلمت بالغراب وهي حامل وهي يأتي لها ولد من الذكور من طائفة الذكور يعني في هاي إشي منيح مش كله عاطل. أما الببغاء حكينا عنه يدل على الكلام الحسن والكلام الجيد لأنه يكون مرة مشهورة في القرآن أو في علم الحديث إذا شافت وإذا رجل يكون صوته جميل. جميل. طب في حال حكينا عن العصفور. العصفور العصفور يبكى إنسان رجل خامئ بطيء لا يعرف الناس حقوقه ما بعطي الناس حقوق بينما وصاحب حكايات مضحكه وعنده احتيال والمكر للوصول الى مغاده. بينما للمراه امراه حسناء بدل للمراه العصفور والعصفور بدل العصافير حكينا عنهن 5 عصافير و6 عصافير على الاولاد وعلى يعني الواحد مثلا شاف الديك باب بدل على انه بصير معلم الصبيان وياتي له ذكور. واذا نفس الشيء العصفور باب بيض يدل على ذكر اذا مره شافته بدل انه ياتي له يعني نقدر نحكي انه الطيور اذا حلمت فيها المراه وهي حامل الطيور طائفه الطيور هي عالم الانثى وبدل على حتى الاشياء العنكبوت العنكبوت مرته تقتل يقتل زوجها بعد
العنكبوت هي اللي بتحكم عالم انثى والببغاء نفس والهد انا قصدي انه اذا المراه حامل وحلمت في اي نوع طير ياتي لها من الطائر من الذكور. اها جميل حلو. اذا شفنا انه مثلا اخذ تحت اذا شفنا مثلا انه عمرك فكرتي هيك نشوف مثلا طير بالحلم وما نعرف ايش هو مثلا ما نشوف ايش يعني نوعه غريب نوعه غريب شو رايك ممكن يكون مش عارف هذا شيء غريب اللي بخرج منه الطير بدل على الوفاء بخرج منه الطير بدل على الوفاء اذا خرج منه لا احنا شفنا الطير ما بنعرف ايش هو ايش نوعه اذا ما كانش يعني مؤذي يعني اذا كان طير يعني انت اذا بالحلم ما خفت منه يستأنس الانسان يبكى اخبار تاتي من بعيد هسلا بنسمي الجوال من كيس على التلفون نعم. اللي هم له اتصالات الجوال ياتي اخبار من بعيد هلا بشكل عام نقدر نتخذها قاعده انه اذا صحي الانسان فزعان من نومه بعد ما شاف حلم معناته حلم سيء واذا صحي مرتاح معناته حلم جيد هاي القاعده مثلا مش شرط هيك يعني مثلا حكينا انه الغراب يدل على الاخبار السيئه بشكل عام مرات اذا دل مره مثلا تبكي حامل ياتي لها مولود من الذكور بس بهم ياتي لها الخبر من بعيد دائما الطيور بتجيب لنا الاخبار البعيده المميزه اللي بنسميه الجوال يعني التجوال هسه نصل للي هي النوع الثاني اللي هي الغزاله الغزاله لها قصه الله قال في القران قوله تعالى كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره اللي هي الاسد مش الاسد اللي بيصيد اي نوع من الحيوانات الغزاله في الحلم بدل اذا واحد ذبح غزاله يدل انه يتزوج بنت صغيره ويبي يشوف الغزاله بتعصيه يتزوج بنت وتعصيه حلو واللي بيشوف الغزلان الصغير بدل على انه ياتي له مواليد من الذكور والاناث الجميلين في حال المراه حلمت بالغزاله ياتي لها مواليد من الجميلين واذا ما كانت متجوزه او يعني كانت عزباء العزب البنت المراه يدل على الزواج لانها وعلى رزق لانها الغزاله في المنام يدل على رزق ارزاق من مراه جميل او بسبب مراه لرجل وللمراه ياتي يدل على الزواج ويدل على تبكى بينكم كريمين الاسد شو تفسيره الاسد سلطان ظالم جاي اسد زعيم الغابه نعم ذكرت في القران على كسوره باللي له 13 اسم طبعا كسوره قال تعالى كانهم حمر مستنفره فرت من كسوره اللي هو الاسد بالحبشه باللغه العربيه الفصحى اللي هو الحيوانات الثانيه تفر من كسوته من شدته لانه اقوى من نوع من بالغابه نعم فالاسد يبكى سلطان ظالم جائر على الناس سلطان اللي هو الحاكم يعني كان يدل ويدل على رجل خائن من كيس عليه النمر والاسد من بدل على ايوه والخنزير انسان لئيم خبيث الخنزير بس بتيجي ايش الاسد دائما من الحيوانات في تفسير الاحلام العدو الشرس المتسلط في معنى اتصال عبد الكريم من رام الله يسعد صباحك عبد الكريم صباح النور لكل المشاهدين صباح الخير تفضل احكي حلمك لاستاذ ثمار مرحبا استاذ ثمار شو اخبارك الحمد لله شو اخبارك الله يسعد صباحك استاذ ثمار والله انا كل يوم بتواجهني مشكله الاشباح في الاحلام يعني اغلب وقتي بشوف الاشباح بقوم بزعج جدا يعني يعني وعرك على كل جسمي طب شو مهنتك وعمرك؟ مهنتي محل واعي بشتغل عمري 27 سنة متزوج؟ لا لسه قبل ما تنام طبعا هذه مش رؤية هاي تخويف من الشيطان فقبل ما تنام اقرأي آية الكرسي وقل أعوذ برب الناس والفلك وقل هو الله أحد وأذكار الصباح والمساء هذا شو معناها شو بدي معناها يعني هذه تخويف الاشباح يبقى يعني مش حلم مش طبعا ما لهاش تفسير رؤيا مش لانه الشبح مش موجود في العلم فهذه انك انت بتخاف يعني بدل انك مرات تبكى مضغوط في العمل ومضغوط نفسيا او بتخاف من شغله فحصن حالك في القران وفي اذكار الصباح والمساء شكرا لك عبد الكريم وطبعا مشاهدينا دائما بتقدروا تتواصلوا معنا على الارقام الظاهره على الشاشه لا اي استفسار والحديث مع ثمار اليوم رح عم نحكي عن الغربان الببغاء العصفور الاسد والغزال ولكن ايضا تقدروا تستفسروا عن اي شيء ثاني اذا في حلم بشكل خاص حابين تسالوا عنه يعني استاذ ثمار بناء على الاتصال اللي اجى قبل شوي يعني في اشياء امور مثلا بنحلم فيها ما بيكون لها تفسير مثلا الشبح
مش موجود أصلاً الجن والشيطان موجودين في تفسير الأحلام لهم. بينما الشبح زي الغولي وهذول مش موجودات في العلم. معنا سهام. صباح الخير سهام. صباح النور. أهلين. كيفك؟ الله يرضى عليك. بدي أحكي مع تفضلي بدي أحكي مع الأستاذ سمار. تفضلي. هو عم بسمعك احكي. بالنسبة لحلمت إني لابسة فستان أخضر وطويل كم طويل وبعدين صدر من الأمام يعني الصدر كله مرصع فضي مش ذهبي. طيب كم عمرك وعلى الحالة الاجتماعية؟ 28 سنة ومعي ولدين متزوجة. من مهنة؟ طبعا بالدار بس أنا متعلمة يعني. بس مش موظفة؟ لا ما اشتغلتش. اللون الأخضر الثوب اللون الأخضر دائما مليح لأنه لبس أهل الجنة أخضر. وتبقى أنت مرة ملتزمة ومتدينة وعندك يعني مستورة في الحياة في الدنيا يعني ما عندكش. حظك منيح يا سهام. يعني إن شاء الله خير زي ما عم بيحكي أستاذ. يدل على حسن الحظ. حسن الحظ في الحياة. إن شاء الله. شكرا كثير. عفوا. معنا سمر من غزة. يسعد صباحك سمر. صباحك حبيبتي. كيفك؟ تمام الحمد لله. تفضلي. صباح الخير انتم. انا حلمت هالحلم كثير بتردد لإلي اني مرأة انا واخوتي ثلاثة الكبيرة ووسط وانا الصغيرة شجرة جوافة كبيرة وهذه الشجرة عليها ثلاث حبات الكبيرة ما حدش قادر يطولها الاخت الكبيرة ولا الثانية طلتها انا وفي كمان حبتين واحدة صغيرة واحدة وسط لكن الكبيرة اللي طلتها أنا أعطتها لأختي الكبيرة والصغيرة والوسط أخذتهم أنا اللهم صل على سيدنا محمد. أختي قالت لي قصص عمرك أنت طلت الكبيرة لكن أخذتيها أنت جبتيها وتعطينا إياها. أنت أكبر واحدة فيهن؟ لا أنا أصغر واحدة فيهن لكن الحبة الكبيرة اللي طلتها أنا أعطتها لأختي الكبيرة. طب إيش مهنتك؟ أنا مدرس الجامعة. بالجامعة لسه. اي طبعا. متزوجة؟ لا لساتني بالجامعة انا 19 سنة عمري. طيب. الجوافة انت بتحصلي على رزق وظيفة محترمة وتكوني سهلة وبعنائك لانها الجوافة حكينا عن الفواكه ارزاق سهلة تأتي لها للجنة ذكرت في القرآن حتى لو كانش بموسمها؟ غير موسمها بتبكى بتدمش يعني حكينا هسه وتحط عيني باسبوع يومين بخرب. لا وتفاجئنا يعني حبة كبيرة لكن عالية ما حدش قدر يطولها. هي طلتها بس اعطتها لاختها صحيح؟ طلتيها واعطيتيها لاختك. بقول لك اختي الكبيرة اجت تاخذها ما قدرت تمسكها لانها عالية. وانا الصغيرة مسكتها لكن اختي بتقول لي يقصف عمرك جبتيها لكن اعطتينا اياها. شو رايك يا اختك شو مهنتها؟ متزوجة اختي. يعني شو مهنتها؟ ربة بيت. هذول أغزاق بتأتي لكم شجرة التفاح بدل على هم مش تفاح جوافة. جوافة. بدل على أغزاق سهلة بتأتي لكم متجددة وبتكون كلكم يعني مبسوطين من الرزقة هاي. لأنها وصفت الفواكه في الجنة إنها أغزاق سهلة لأهل الجنة. شكرا لكم وركنا فيك. شكرا لك وانا شايف الاحلام ايجابيه اليوم يعني تكملتها الجوافه بشكل عام الفواكه كلياتها بدل على انها مره تشتهر بالاصلاح شجره التفاح انهم هذول عندهم الخير والاصلاح والكلام الجيد والحسن. استاذ اهلا وسهلا بميسون معنا. صباح الخير. تفضلي ميسون. الو صباح الخير. يسعد صباحك. تفضلي معك ثمار. كيفكم؟ تمام الحمد لله. معلش بدي احكي حلمتي. تفضلي. انا قبل فتره احلمت انه اجاني طفل ولد فالولد يعني جبته عند اهلي والولد كانت امي ملبسته يعني اواعي مش مرتبين مش نظاف وانا بحكي يا الله امي ملبسته اواعي مش نظاف فأنا شلته حملته حطيته على صدري أرضعه ففاضل حليب كتير مني والولد صار يبكي مع العلم أنه أنا 5 سنين إلي متزوجة وبنتظر يعني بطلب من ربنا أنه ربنا يعطيني إن شاء الله. فإن شاء الله بدي أشوف إن شاء الله أنه خير تفسير الحلم إن شاء الله. يعني بيحكوا لي أنه
انه الولد في الحلم انه فعل خير. مش كويس لا انت بتمغي بضائقة نفسية يعني بتمغي بضائقة انك ما هيك يعني خايف انه ما يجيكش اولاد او شيء زي هيك واللي والولد بشرى لك بيجي بس مش شرط يعني نقول لك بعد شهر ان شاء الله خيرا اما يعني الحليب يدل على انها تتمنى ان ياتي لها مولود كثره حلو. الحليب كثره الحليب تتمنى يتمنى ان ياتي لها يعني بس تتمنى بشكل عام المولود بشرة خير بشرة خير مش يعني انا هذه متزوجه وبتكون لنا بخير من الحليب الحليب يدل انها تتمنى طب وخصوبه الحليب ولا لا كمان تتمنى حياة. يدل لا للمغى من مش هذاك من الحيوانات من المغى نفسها بدل على عندها تمنيات انه ياتيها مولود حلو ان شاء الله خلينا نتمنى لها طبعا معنا كمان اتصال احمد من بيت لحم يسعد صباحك احمد صباح الخير صباح النور تفضل انا والله حلمت حلمتين الحلم الاولى حلمتها اني انا حاط ايدي بايد الرئيس وماشيين والحلم الثانيه ثاني يوم حلمت اللي هو بالعنب الاسود ايش الثاني؟ عنب الاسود قصفت عنب اسود واكلت من عبيت يعني منه شوي وبعدين اكلت شوي ايه مهنتك وقلت الرئيس طب مهنتك مهنتك ايش بتشتغل؟ مهنتي عمري 52 وبشتغل مع المسواكه ايه بدك دائما الجلوس مع الرئيس في المنام او التسليم عليه بدل على انك بتنال رفعه في مجال عملك يعني بتنال رفعه بين الناس يعني رفعه اللي هي الترقية والتعلية على الناس دائما مجالسه الرئيس والامير ولا يعني بدل ممكن على يتنال رفعه دائما الامراء بدل الرئيس انه اعلى والعنب رزق بتكون لك بدل على الافراح داخل الدار العنب اذا حدا بده يتزوج عندهم بدل على الرجل هذا كريم يكون رجل كريم يعني العنب الاسود يدل على انك رجل كريم شكرا لك وينظر في عقبته في العمل يعني يرفع يترقى شكرا لاتصالك ومعنا رزان من رام الله يسعد صباحك يا رزان يسعد صباحك شو اخبارك رزان معنا قطعت رزان طيب انا كان بدي اسالك ثمار مرات نحن بنفكر كثير بموضوع معين وبالطبيعه رح نحلم فيه هذيك الليله صحيح فالسؤالي يعني كل الاحلام خاضعه لنفس التفسير او نفس منهج التفسير عرفت شو قصدي يعني احيانا مرات يمكن حلم نحن مش مفكرين فيه ويطلع ببالنا معناته يمكن رساله معينه لازم توصلنا صحيح احنا بس اللي انت كنت عم تفكر فيها حديثنا ممكن تكون من كثر التفكير ما هي حكينا اول حلقه ان اول يوم انه شو هدفنا منها هي للاستئناس واما تكون تبشيرا واما تحذيرا واما يعني انذار اما يعني انذار للواحد اذا يبكى بده يعمل شيء غلط واما تبشيرا من الله واما بتحذره فهمت كيف تبشيرا تحذيرا شو وتطمينا بتطمن الانسان يعني زي الاستخاره مثلا ايوه فبالتاني يوم بيدل بيجي شيء ارتياح نفسي عنده للموضوع اللي بده يكون فيه فاذا سؤالي الحلم اللي نحن عم نفكر فيه كل الوقت نفكر موضوع معين كل الوقت وعم نحلم فيه يمكن مش لازم نفسره بهالشده او بهالحده مثل ما بنفسر حلم ثاني نحن مش مفكرين فيه وطلع ببالنا هيك لا يبنى عليه حكم شرعي احنا حكينا مثلا لو اجى حدا شخص لا يبنى عليه حكم شرعي وهو للاستئناس جميل رزان رجعت معنا يسعد صباحك رزان صباح الخير صباح النور تفضلي اغلبك شو اليقطين في الحلم اليقطيني شو مهنتك رزان تسمعينا ربت بيت اليقطين الله في قوله تعالى وانبتنا عليه من شجره اليقطين اللي هو سيدنا يونس اليقطين اذا انت تبكي اول شيء يبكي رجل تبكي انت عالمي طبيب نفسي قريب للناس نافع الناس انت عالمي بانفس الناس حلو بدل على انها هذه المراه طبيبه يعني طبيبه لاهل الدار وطبيبه نفسي وقريبه للناس وعندها معامله حسناء حلو هذا التفسير عجبك وبدل على الخروج من الهموم لانه بيكيم في الفزع من الجن بيكيم الفزع من الخوف اليقطين في حياته الطبيعيه فاذا اليقطين ايجابي وبزيد الذكاء طبعا هو في الطبيعه الله انبت على سيدنا يونس حلو بس الحوت بلع وخاف فزع فانبت قال وانبتنا عليه من شجره اليقطين نعم في فواكه معينه لازم نخاف منها اذا بنشوفها بالحلم
الكوسة مش محبذة كثير بغير موسمها، بدل على الشهر. أي شيء محشي ولا بس الكوسة؟ المحشي لا، رزق أرزاق أقوى، إذا مثلا واحد شاف المكابيس أقوى يعني منيحة، بس تيجي رزق أقوى وأضخم من اللي كان بتوقع أو اللي أيوه. كان المفروض. فإذا كوسة إيش كمان؟ البندورة حياة زوجية سعيدة إذا حمراء، إذا خضراء مشاكل. اليقطين بدل إنه طبيب قريب إلى الناس. نعم. نافع. نعم، لانه اجى يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساله، قال له انا عقلي متشتت. طيب انا بدي احكي معك اسالك عن اخر حلمه، قلتي لي عندك حلم كمان. حلمت صحيح، حلمت امبارح حلم اني عم باكل بيض بصلي وتحت الهواء سالت. كنت عم بتفكري بشيء معين قبل النوم؟ لا يعني ممكن كنت جوعانه مش عارفه. لا بس انه انا بشكل الطبيعي انا بحب البيض، بس الني انه استغربت انه انا عم باكل بيض ني. حلو، شو التفسير؟ البيض له تفسيرات كثيرة، إما بدل على الأرزاق وإما على الكلام السوء وإما هسه هي النية دل على رزق لها رزق لها، وهي بتقول إنها ما كانت تحبه. ففي لا شغل أنا بحب البيض يعني ما كانت، بس بالحلم ما كانت تحبه. آه بدل إنك بتكبي شغل بتعجبكش. أنت قلت لي في العمل صحيح؟ آه في العمل. في إشي مش عاجبك بالعمل؟ نادي أنت مزعلاني. طيب شو حلمت نادية؟ انا ما بحلم كثير، هذا له تفسير. احسن، يمكن انسان صافي ذهنه. بتنام تنام بتنام وبتفصل شكلها نادية. انا بفصل. لا بس لابد من القلق يعني احيانا او الارق يعني. شكرا لك ولوجودك معنا كالعاده. ثمار خليفه، شكرا لك، مشوارك بعيد. من وين تجينا كل مره؟ من جنين. من جنين، تحيه لكل مشاهدينا بجنين، واكيد احنا معك الاسبوع الجاي بنفس الموعد صح؟ شكرا لك زي ما قلنا ثمار، وللمتصلين، وان شاء الله يكونوا انبسطوا. انا شفت كل التفسيرات ايجابيه اليوم. الحمد لله. متابعينا فصل قصير ونعود، ابقوا معنا.